تواصل وزارة السياحة والآثار متابعة مؤشرات وأرقام حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري. جاء ذلك خلال تقرير مفصل أوضح أنه تم تحقيق أرقام قياسية تتجاوز المستويات السابقة، كما لفت التقرير إلى وصول أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال هذه الفترة إلى 7,069,000 سائح بإجمالي 7,200,000 ليلة سياحية بإيرادات بلغت 6 مليارات و600 مليون دولار.